افتتاح أشغال المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة طنجة بالمملكة المغربية. أصحاب السعادة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، خير ما نستهل به مؤتمرنا هذا آيات بينات من القرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. أصحاب السعادة والمعالي، اجتازت المملكة المغربية في سنة 2023 محنة كبيرة تمثلت في الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من مناطق الأطلس الكبير مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وتضامنا من مؤتمركم هذا مع الضحايا، نهيب بكم التفضل بالوقوف دقيقة صمت نستعرض خلالها صوراً من تدخلات عناصر الشرطة والقوات العمومية المغربية في عمليات الإغاثة والإنقاذ والمساعدة الضحايا. إنه لمبعث للفخر والاعتزاز أن تحتضن المملكة المغربية فعاليات المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب في دورته 47. إن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية الشريفة تولي اهتماماً بالغاً لنجاح فعاليات هذا المؤتمر، إيماناً بها بأن الأمن العربي المشترك والموحد هو الكفيل بمواجهة الامتدادات الإقليمية للمخاطر الأمنية على المستوى العربي. وفقنا الله جميعاً لما فيه السؤدد لشعوبنا وبلداننا العربية، وكلل مساعينا بالخير واليمن والبركات. وخير ما أختم به كلامي هو قول الحق سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله،
عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، لقد اختارت رئاسة المؤتمر موضوع استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة محوراً رئيسياً لمناقشات هذا المؤتمر. الحضور الكريم، الجريمة المنظمة مشكلة دولية، وهذا ما يجعل دور الانتربول بالغ الأهمية في عالمنا اليوم. أصحاب المعالي والسعادة، وصلنا الآن لفترة تبادل الدروع التذكارية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.